شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بفضله، ونثني عليه ثناء يليق بكرمه، والصلاة والسلام على خير رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أحبتي الكرام، الحضور الكريم، طالبات الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور، أيها الوافدات، إن كنا محظوظات حين جئتم إلى رحاب الجامع الأزهر المعمور لتنهلوا من حملة مشاعل النور، فهو ملاذ المتعطشين لشريعة الإسلام ولغة البيان. فأهلا ومرحبا بكن من رحاب الجامع الأزهر المعمور، وأهلا ومرحبا بكن في ملتقى المرأة، هذا الملتقى الذي يعقد برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات من فضيلة معالي الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وبإشراف ومتابعة من معالي الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، ومعالي الأستاذ الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف، فجزاهم الله جميعا كل الخير، ونسأل الله تعالى أن يجعل في هذا اللقاء النفع والفائدة للجميع. أحبتي الكرام، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكل من شرفنا بالحضور، وخاصة ضيفتي الكريمتين معالي الأستاذ الدكتور رحاب زناتي أستاذ التربية بجامعة الأزهر الشريف، فأهلا ومرحبا بحضرتك معالي الدكتورة. وأيضا معالي الأستاذة الدكتورة هبة عوف أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، فأهلا ومرحبا بحضرتك. وأهلا ومرحبا بكل طالباتي، وخاصة طالبات اتحاد طالبات من إندونيسيا، طالبة موجدة توفيق رئيس اتحاد طالبات إندونيسيا، وكل النائبات وكل الحاضرات كل واحدة باسمها، وأهلا ومرحبا بكن. أهلا ومرحبا بكل من شرفنا، أستاذة صفية من الإذاعة، أستاذة آمنة من الصحافة، أهلا ومرحبا بالجميع. وأهلا ومرحبا بأخواتي وحبيباتي المصريات التي يحضرن معنا دائما ملتقى المرأة، أهلا ومرحبا بحضراتكن. أحبتي الكرام، خير ما نبدأ به هذا الحفل وهذا الجمع الكريم هو آيات من كتاب الله عز وجل، ومع الطالبة ياسمين فوزية، فلتتفضل مشكورة. تفضلي حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
لا نفرق بين أحد من رسل ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا بنيتي ما شاء الله. صوتها جميل. صدق الله العظيم. بارك الله فيك وفتح الله عليك حبيبتي أحبتي الكرام. ما أجمل آيات القرآن الكريم وما أجمل هذا الصوت العذب الندي. فتح الله عليك حبيبتي فتوح العارفين وجعلنا جميعا من أهل القرآن الكريم العاملين بما فيه. اللهم أمين. أحبتي الكرام، قبل أن نبدأ الندوة أعرض على حضراتكم عرضا سريعا لأنشطة الجامع الأزهر الشريف. الجامع الأزهر الشريف يقوم بفعاليات وأنشطة متعددة، منها ملتقى المرأة الذي نحضره اليوم أو ينعقد الآن. لكن الجامع الأزهر له أنشطة كثيرة جدا متعددة. أولا رواق القرآن الكريم، رواق التجويد والقراءات القرآنية، رواق العلوم الشرعية والعربية، برنامج شرح كتب التراث، رواق الخط العربي، الملتقيات. نبدأ أولاً برواق القرآن الكريم ورواق التجويد والقراءات القرآنية. الجامع الأزهر الشريف يعقد رواق للقرآن الكريم وعدة برامج. البرنامج الأول ممكن أن نختم القرآن الكريم في السنة الواحدة أو في عامين أو في ثلاثة أعوام أو في أربعة أعوام حسب الهمة لديك ومقدار إتقانك للتجويد. أيضاً هذه صورة من صور الحلقات. أيضا هذا جانب، الحلقات تقام للصغار وللكبار للرجال وللنساء حضورا مباشرا في الجامع الأزهر أو عن بعد. ممكن نحفظ عن بعد. هل لابد أن نحضر إلى الجامع الأزهر؟ هناك فروع لأروقة القرآن الكريم والتجويد والقراءات في جميع المحافظات. هنا في القاهرة ما يزيد عن 50 داخل القاهرة. يعني ممكن إذا كان في معهد أزهري قريب منك ممكن تسألي هل هناك فرع للرواق، رواق القرآن الكريم، وتلتحقين به. هذا جانب من المقرأة، ممكن تأتي لحضور المقرأة والقراءة فقط. هذه صور من رواق القرآن الكريم بالفروع الخارجية في المحافظات وليست داخل الجامع. أيضا هنا في هذه الصورة تكريم بعد ختم حفظ القرآن الكريم. هنا صورة من مشاركة بعض الطلاب في مسابقة بنك فيصل الإسلامي. ننتقل رواق للتجويد. أيضا من تريد أن تتعلم التجويد أو متون التجويد أيضا متاح. رواق القراءات القرآنية، من تريد أن تتقن أكثر من قراءة وتتعلم أكثر من قراءة أيضا من القراءات السبع أو القراءات العشر أيضا هذا متاح. الرواق الثاني رواق العلوم الشرعية والعربية، والدراسة في هذا الرواق دراسة حرة لمدة 4 سنوات. رواق العلوم الشرعية والعربية مقسم إلى المرحلة التمهيدية، المرحلة المتوسطة، المرحلة التخصصية. المرحلة التمهيدية الدراسة فيها لمدة عام، المرحلة المتوسطة أيضا الدراسة فيها لمدة عام، والتخصصية لمدة عام. المرحلة التمهيدية تنقسم إلى مستويين، المستوى الأول والمستوى الثاني. هذا الجدول يوضح لك
هل لابد أن نحضر كل الأيام؟ لا، فقط المستوى الأول يوم الاثنين ويوم الخميس. في المستوى في أول 6 أشهر ندرس 6 مواد، قرآن كريم وتجويد، عقيدة، نحو، تفسير تحليلي، حديث تحليلي، فقه. والفقه المتاح دراسة الفقه على المذاهب المتعددة، حنفي أو مالكي أو شافعي. المرحلة أو النصف الثاني من المرحلة التمهيدية 6 أشهر التالية أيضا الدراسة في عدة مواد، كما تلاحظنا مواد شرعية ومواد عربية، يعني الهدف فقط أخذ فكرة عن الأنشطة. من تريد أن تعرف بالتفصيل ما هي الأيام، ما هي المواد، ما هي الكتب، كل ذلك بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله. المرحلة المتوسطة أيضا تنقسم إلى مستويين، المستوى الأول 6 أشهر والمستوى الثاني 6 أشهر. بعد ذلك المرحلة التخصصية، الدراسة فيها مقسمة إلى 4 أقسام حسب ما ترغبين. أنت ترغبين في دراسة الحديث والتفسير، تتخصصين في المرحلة التخصصية تفسير وحديث. وقلنا المرحلة التخصصية الدراسة فيها لمدة عامان، ففيها 4 مستويات، كل مستوى مدته 6 أشهر. المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، الرابع. أيضا يوجد المرحلة التخصصية الفقه وأصوله، 4 مستويات أيضا لمدة عامين. ثم المرحلة التخصصية عقيدة، 4 أيضا مستويات لمدة عامين. ثم المرحلة التخصصية لغة عربية. بالمناسبة الدراسة في رواق العلوم الشرعية والعربية أيضا متاح الدراسة عبر الأونلاين، يعني ممكن نحضر حضورا مباشرة وممكن نحضر، وكله مجانية، لا ندفع أي مقابل مادي. بعد نهاية كل مستوى، يعني بعد كل 6 أشهر يوجد اختبار، وكل المحاضرات مسجلة بالفيديو وترفع على قناة الجامعة على اليوتيوب وعلى قناة المرحلة على التليجرام وأيضا على الفيسبوك. هذا جانب من محاضرات رواق العلوم الشرعية والعربية. كما تلاحظ يعني المحاضرات فيها جانب كبير من التفاعل ومحاولة لتبسيط المواد والعرض. ننتقل بعد ذلك إلى برنامج شرح كتب التراث. شرح كتب التراث هي دراسة حرة ليست مقيدة بسنوات. فكرة شيخ العمود، تجدين على صفحة الجامع الأزهر كل يوم مساء الجدول لليوم التالي، يعني مساء أمس الجمعة كان منشور هذا الجدول على الصفحة، يقول لك اليوم من المحاضر وما الكتاب وما الموعد وفي أي مكان. هذه المحاضرات تعقد يوم السبت. كل يوم تجدين على صفحة الجامعة على الفيسبوك الجدول هكذا، من سيحضر وما الكتاب وفي أي مكان. طيب إذا كان فيه محاضر يعتذر ستجدين اعتذار له هكذا. يعني اليوم كان فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم والأستاذ الدكتور حسن القصبي، ولكنهما اعتذرا عن عدم الحضور. هذا جانب من محاضرات كتب التراث. كتب كثيرة متنوعة في الفقه وفي اللغة العربية وفي البلاغة وفي التفسير، في كل العلوم العربية والشرعية. أيضا هذا جانب من محاضرات شرح كتب التراث، العلامة طبعا محمود عبد الرحمن يشرح أصول الفقه. انظرنا للعدد، انظرنا في أول يوم ما استطعت أن أدخل مكتبي في المغاربة. هذا العلامة الكبير الشيخ أبو موسى، طبعا تعرفنا من هذا، أستاذ الدكتور إبراهيم الهدر وأستاذنا الدكتور محمد حسن عثمان يشرح النحو. العلامة المحدث الكبير أحمد عمر هاشم، أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم. طبعا العلامة الكبير أستاذنا الدكتور حسن الشافعي، وطبعا من شيخ السادة الشافعية العلامة الشيخ الشهاوي. هذا جانب من محاضرات رواق العلوم الشرعية والعربية خارج الجامع الأزهر في المحافظات، لأن رواق العلوم الشرعية والعربية أيضا متاح خارج المحافظات. بعد ذلك ننتقل إلى رواق الخط العربي والزخرفة. من تحب الخط العربي أيضا متاح لها هذا في الجامع الأزهر الشريف. هذا جانب من محاضرات الخط العربي، وهي تقام بجوار الجامع في قاعة الإمام محمد عبده، بجوار الجامع مباشرة في كلية في مبنى المجاور. هذا نموذج. طبعا هذا الإعلان كان منذ أيام منشور، قاعة
قبول دفعة جديدة للطلاب أو الطالبات أو من يرغبنا في الالتحاق برواق الخط العربي، وعندنا خطوط كثيرة، خط النسخ والكوفي والديواني والفارسي والرقعة والنسخ. هذا جانب من الاختبارات التي تعقد لتحديد المستوى. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الملتقيات. عندنا ملتقى المرأة الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن، ثم ملتقى الطفل وملتقى شبهات وردود. ملتقى المرأة وملتقى الطفل يعقدان يوم السبت في نفس التوقيت، نحن هنا في مكان وهم في مكان آخر. أما شبهات وردود فيعقد يوم الثلاثاء. هذا صورة من ملتقى المرأة، هذا ملتقى الطفل. ملتقى الطفل في الجامع الأزهر وأيضا في أروقة خارجية. هذا شبهات وردود، نتناول القضية تصار حولها الشبهات والتساؤلات، فالجامع يستضيف أعلام من كبار علماء الأزهر لمناقشة هذه القضية كما تشاهدنا في الصورة. أيضا عندنا المجالس الحديثية، يعني حضور لسماع كتاب في الحديث وأخذ إجازة به. الآن الجامع الأزهر يعقد مجالس حديثية لسنن الإمام أبي داود. كل هذا نراه على الجامع الأزهر. بعد ذلك عندنا داخل الجامع الأزهر مكتبتان، المكتبة الأولى المكتبة الطيبرسية، وهي مكتبة العلامة الأستاذ الدكتور حسن الشافعي، وهب كل مكتبته للجامع ومقرها هنا خلف أمامنا هنا، تمام. والمكتبة تفتح كل يوم من الأحد حتى الخميس من الساعة 9 حتى الساعة 4. يمكن الحضور، أيضا حضور مجاني، كل الأنشطة داخل الجامع أنشطة مجانية، تمام. هذه هي المكتبة الأولى، المكتبة الطيبرسية التي تحتوي على مقتنيات وكتب أستاذنا الدكتور حسن الشافعي. المكتبة الثانية هي المكتبة الأقبغوية، تمام، ولكنها في عملية ترميم وتجديد فنقلت إلى داخل الجامع، والمكتبتان مفتوحتان كما ترين، في جمهور وفي حضور. أيضا كما يعني حدث معكم اليوم جولة داخل الجامع الأزهر لنتعرف على معالم الجامع. هذا النشاط يقوم به الزملاء في وحدة العلاقات العامة. هذه أنشطة أخرى تقام خارج الجامع الأزهر في المحافظات أو في الأندية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. ذهبنا إلى النوادي وإلى المدارس، عقد هنا في هذا المكان بروتوكول تعاون بين وكيل الأزهر وبين وزير الشباب والرياضة. وهذه صور لبعض الأنشطة التي تقام. وأيضا في متابعة من جانب الجامع الأزهر لكل ما يقام من أنشطة في المحافظات. الجامع الأزهر في رمضان له طعم آخر وطعم مختلف. إن شاء الله تستمتعنا بشهر رمضان وبكل أيامكن ولحظاتكن في مصر إن شاء الله. ايضا كان افطار الطالبات هنا في هذه القاعه او في هذا الرواق يوم السابع طبعا من رمضان، الاحتفال السنوي بذكرى افتتاح الجامع الازهر. هذا فقط ملخص سريع لحصاد الجامع الازهر في العام الماضي عام 2023. كان طبعا يعني ما شاء الله انجازات ضخمه، نسال الله تعالى ان يبارك في الجهود. بعد ذلك أردنا أن نتعرف على كل هذه الأنشطة ونتابع هذه الأنشطة من خلال صفحة الجامع الأزهر على الفيسبوك، تمام. تجدين هنا كلمة المزيد، تضغطي عليها، انظري المزيد، تجدين هنا المجموعات، المجموعات تجدي مجموعة برنامج برامج المرأة والطفل بالجامع الأزهر. تدخلي على هذه المجموعة إن شاء الله نرفع عليها الشهادات الخاصة بالبرنامج، يعني بعد كل 4 لقاءات في شهادة بالحضور. حضرتي 4 لقاءات أو 3 تأخذين الشهادة وتجدين الشهادة موجودة على هذه المجموعة إن شاء الله. أيضا كل الفعاليات تنشر على صفحة الجامع الأزهر أو على قناة الجامع الأزهر على اليوتيوب، تمام. هنا في قوائم التشغيل تجدين هنا في الأسفل برنامج ملتقى المرأة وبجوارها رمضانيات نسائية، تضغطي على هذه المجموعة تجدين كل الحلقات المسجلة السابقة. أيضا بوابة الجامع الأزهر، بوابة الأزهر معذرة، بوابة الأزهر تجدين عليها يعني كل المؤسسات التابعة للأزهر الشريف ومنها الجامع الأزهر.
كان هذا عرض سريع للأنشطة التي تقام داخل جامع الأزهر. نسأل الله تعالى يعني أن ينفع بالجميع وأن يبارك في كل جميع. وهذا هو موضوع الندوة. ما الموضوع؟ أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. أطلت عليكم؟ استمتعتن بالعرض؟ مفيد؟ أي سؤال خاص بالعرض أو أي سؤال ترغبنا به فيما يخص مواعيد أو شيء آخر، إن شاء الله في نهاية اللقاء أستمع إليه. أما عن موضوع الندوة حبيباتي وهو أمهات المؤمنين، أحبتي الكرام، جاء الإسلام الحنيف ومعه كل خير للبشرية كافة، وحفظ حقوق الناس كلها بدءا من الإنسانية والحياة وانتهاءا بالواجبات والحقوق. وأهم ما اهتم به الإسلام بعد العقائد والثوابت المرأة. نعم، المرأة فهي نصف المجتمع وشريك بنائه الأصيل، وأتاح لها فرصة إثبات الوجود وتحقيق الذات والمشاركة في الحياة العامة وفقا لضوابط الشريعة وقواعدها. وخير مثال للمرأة المسلمة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، وكيف لا وهن أزواج نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس به، وهن مصدر كل مستفسر عن حياته الخاصة كإنسان لا يختلف عن غيره إلا بأنه يوحى إليه، وهن قدوة للنساء كافة على مر العصور في كل مناحي الحياة. كثير للأسف من النساء المسلمات في هذا العصر الحالي لا يعلمن عن أمهات المؤمنين شيئا، لا عن صفاتهن ولا كيف يربين أبناءهن على الاقتداء بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم. حبتي الكرام، فمن أفضل من أمهات المؤمنين حتى نقتدي بهن؟ لذلك أحبتي الكرام، كانت ندوتنا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم لنتعرف على بعض من سيرتهن وكيف نقتدي بهن. ومع أول كلمة من ندوات هذا اللقاء ومع كلمة معالي الأستاذة الدكتورة رحاب زناتي لتحدثنا عن أمهات المؤمنين وكيف نقتدي بهن، تفضلي معالي الدكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم حمدا يليق بجلال وجهك وكثير فضلك وعظيم سلطانك، ونصلي اللهم ونسلم على سيدنا محمد، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نتحدث اليوم إن شاء الله عن موضوع في غاية الأهمية. قبله دعوني أرحب أولاً بزميلتي أستاذة الدكتورة هبة عوف جزاها الله عنا خيراً، وأستاذة الدكتورة سناء أكرمها الله على استضافتها لنا، وأرحب كنا جميعاً. أهلاً بكنا في الأزهر الشريف، أهلاً بكنا في بلد كنا الثاني في مصر، أهلاً بكنا في رحلة العلم التي بدأت مع كنا منذ عام، أم بدأت بعض كنا بدأت معه منذ أيام في الأزهر. تمام، أهلا بكنا، وإن شاء الله ييسر الله لكنا طريق العلم. موضوعنا اليوم كما قالت الدكتورة سناء، نتحدث عن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. أمهات المؤمنين لماذا نتحدث عنهم؟ لأنهم قدوتنا في كل شيء. من أولى بأن نقتدي به من زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والحديث عن أمهات المؤمنين يحتاج أياماً وأياماً وأشهر لا نستطيع أن نلم به في عدة جلسات كما نفعل. لذا فقد اخترت لكنا شيئاً واحداً سأتحدث فيه، قدوة أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن في طلب العلم،
لأن كنا الآن في رحلة العلم، أظن كنا تحتاجنا إلى ذلك. فدعونا نتحدث عن أمر العلم. فضل العلم، طبعاً تتحدثنا عنه، أظن كنا جميعاً تعرفنا فضله، ولن أطيل في الكلام عليه، لكن دعونا نستعرض أشياء بسيطة. ما هذه الآية؟ ما رأيكم في الخط العربي؟ جميل. الخط العربي أظن لا يوجد خط في الدنيا يعطينا لوحات زخرفية جميلة مثل الخط العربي. هنا قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. تعرفنا هذه الآية، تعرفنا أنها أول آية نزلت. معظم المفسرين يقول إنها أول آية نزلت. طيب، ستكلمنا بالتفصيل، لعل دكتورة هبة تكلمنا عن قصتها، لعلها تحدثنا عنها بالتفصيل، لكن دعونا الآن نأخذ معها وقفة تربوية إنجاز الكلام. لماذا اقرأ؟ لأن القراءة هي أساس العلم، القراءة هي أساس العلم، والعلم هو أساس الحياة. لذا فنحن ولا فخر أمة اقرأ. القراءة هي أهم شيء عندنا. نزل الوحي ونزل جبريل عليه السلام، أول كلمة قالها لسيدنا رسول الله الذي كان لا يقرأ ولا يكتب لحكمة حتى لا يتهم في الكتاب، وأن الكتاب منزل ويؤكد أن الكتاب من تنزيل رب العالمين، فقال له اقرأ. إذن أهم شيء لدينا نحن المسلمين هو العلم، لأن القراءة أداة العلم. هل أمر اقرأ لسيدنا رسول الله فقط؟ لا، كل ما هو في القرآن لنا جميعا. هل هو للرجال فقط لأنه ليس إقرائي؟ لا، ما دام الحكم لم يخصص للنساء فما جاء في القرآن النساء تبع فيه لأحكام الرجال ما دام لا يخصهم. طيب، يقول المفسرون لمحة جميلة في إقرأ. لماذا قال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك؟ لماذا لم يقل بسم الله؟ رغم أن البسملة هي الشائعة بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا باسم ربك؟ يقول المفسرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خائفا في هذا الوقت، فجاء لفظ رب من التربية، لا تخف، ربك هو الذي رباك، فلا تخف واقرأ. إذن به طمأنة، بها شيء آخر ممكن يأتي ونلحظه فيها، أن التربية مرتبطة جدا 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 بماذا؟ بالقراءة. إذن هي مرتبطة بالعلم. التربية أيضا تحتاج إلى علم، كما أن القراءة تحتاج إلى علم. لذا عبر الله سبحانه وتعالى بلفظ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن العلم مرتبط بالكتابة. إذن أول آيات نزلت كانت عن العلم، قراءة وكتابة. وثاني سورة في معظم الأقوال هي سورة ماذا؟ نون والقلم وما يسطرون. إذن القلم، إذن العلم مرة أخرى. إذن العلم عندنا فريضة، فريضة على كل مسلم طبعا ومسلمة. هناك أشياء من العلم فرض عين يجب أن تتعلمها المسلمة، وهي كل ما يتصل بعبادتها أو معاملتها. العبادة والمعاملة كل ما يتصل بها هو فرض عين يجب أن أتعلمه. إذن طلب العلم لا يوجد في الدنيا أجمل منه، وهو أول أمر جاءنا في الإسلام. لذا وقل ربي زدني علما. الشيء الوحيد كما يقول المفسرون الذي أمر الله لنا به بالزيادة، أن ندعو فيه بالزيادة، هو العلم. وأيضا ربي بلفظ الربوبية لأنها مرتبطة بالتربية أيضا. العلم هو الأساس، هو أساس الأخلاق، هو أساس الدين، هو أساس التقدم، هو أساس الرقي، هو أساس القوة، أساس كل شيء
هو العلم، فيجب أن نتمسك به، ويجب أن تكون هذه دعوة أكيدة من دعواتنا. العلم، جلسة العلم تساوي العبادة، بل قد تزيد. جلسة العلم أو ساعة العلم في بعض الأقوال أفضل من 70 ركعة. جلسة العلم وساعة العلم مهمة جدا. إذا من المهم جدا أول ما أبدأ المذاكرة أستحضر النية، اللهم إني أفعل ذلك ابتغاء وجهك، اللهم إني أتعلم تنفيذا لأمرك، اللهم إني أتعلم بنية نفع الإسلام ونفع المسلمين ونفع نفسي طبعا في الدنيا والآخرة. تجديد النية هذا سيساعدك كثيرا. طريق العلم ليس سهلا، ليس سهلا على العرب وليس سهلا على غيرهم أيضا. والشيء الوحيد الذي سيهون عليك هذا الطريق هو الدعاء، الدعاء الكثير واستحضار النية قبل أن تبدأي كل جلسة علم. قبل أن أفتح الكتاب أجدد النية، لأنك بها ستكونين في جهاد وتستحقين بذلك أن يرفع الله سبحانه وتعالى درجتك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الدرجات قال المفسرون في أكثر الأقوال إنها الحسنات، فالحسنات لها طريقان لا ثالث لهم، الإيمان والعلم. والإيمان والعلم مرتبطان، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده من العلماء. كلما زاد العلم زدنا خشية من الله، وزدنا تواضعا، وزدنا رغبة في نفع الإسلام والمسلمين، وهذا ما نحتاجه، وهذا ما يجب أن يكون في ذهنك من الآن. أتعلم كي أنفع الإسلام والمسلمين، أتعلم كي أعود إلى بلدي وأعلمهم الإسلام وأعلمهم اللغة العربية ويقوى الإسلام بنا وبهم إن شاء الله. طيب، مهم للمرأة المسلمة التعليم أم أنه مهم للرجل؟ الرجل فقط والمرأة لا علاقة لها بالتعليم؟ طبعا مهم للمرأة المسلمة. لماذا؟ طبعا قلنا في البداية الآيات التي نزلت تتحدث عن العلم وتأمر به أو تأمر بالقراءة أو بالكتابة ما كانت خاصة بالرجال، هي للأمرين، للرجال وللنساء. لكن عندي أسباب أخرى. أولا هي أول معلم للرجل وللمرأة أيضا، من سيعلمه أول شيء؟ أليست أمه؟ إذن يجب أن تكون هي أيضا متعلمة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. لو أن الأم سيئة، أو لو أن الأم غير متعلمة، أو لو أن الأم لديها معلومات خاطئة عن الدين، يقينا الطفل في مراحله الأولى سيتعلم منها، لأنه في مراحله الأولى شئنا أم أبينا لن يتعلم من أحد قدر ما يتعلم من أمه. إذن هي أهم شيء، هي أول شيء يجب أن نهتم به وبتعليمه، لأنها هي التي ستربي لنا أولادنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح للنساء بأن يكن في الخطب ويستمعن إليها. يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان في عيد الفطر وخطب وصلى، صلى أولا طبعا ثم خطب، وبعد ذلك نزل من على المنبر وكان متكئا على سيدنا بلال، فأتى النساء. معنى هذا أن النساء كنا يجلسن في المسجد ويستمعن إلى الخطبة، لكن طبعا بعيدا عن الرجال. فنزل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى النساء وهو متكئ على يد سيدنا بلال، يعني رغم أنه متعب إلا أنه أتاهن ووعظهن، كان يأمرهن بالصدقة، وكان سيدنا بلال يبسط ثوبه تلقي النساء فيه بالصدقة. إذن كان صلى الله عليه وسلم مهتم بالمرأة، مهتم بأن تتعلم المرأة، بل إنه صلى الله عليه وسلم
خصص لها أياما. يروى عنه صلى الله عليه وسلم أن النساء قلن له: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما. فحدد لهن بالفعل حدد لهن موعدا، موعد كذا، يوم كذا، مكان كذا، وكان يعظهن. ومما وعظهن به أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة منكن تقدم من أولادها ثلاثة إلا كان ذلك حاجزا لها من النار. قلنا: يا رسول الله، واثنين؟ قال: واثنين، يعني من يسترد الله وديعته في أولادها يمت من أولادها ثلاثة، وتصبر وتحتسب ذلك عند الله، فإن ذلك يكون حاجزا لها من النار. قلنا: واثنين؟ قال: واثنين. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف قدر تعليم المرأة ومدى أهمية تعليم المرأة، فخصص لها موعدا، رغم أنها كانت تستمع، كما قلنا كانت تستمع في الخطب، لكن النساء لهن أشياء خاصة يريدن التحدث فيها، فكان صلى الله عليه وسلم يخصص لهن مجالس حتى يسألنه. وفي غير هذه المجالس كانت النساء تذهب كثيرا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وتسألنه عن أمور الدين والأمور التي تخص السيدات، وكانت السيدة عائشة تتدخل أحيانا كي توضح لها، كما في حديث الطهارة بالمسك. طيب، لماذا أيضا تعليم المرأة مهم؟ هذه نقطة مهمة جدا دعونا نؤكد عليها، وهي أن أعداء الدين يتربصون بها. بمن؟ بالمرأة. يعني أنتن جميعا أعداء الدين يتربصن بكنا ويتربصن بي وبكل امرأة مسلمة. هنا دعوني أقرأ لكن بالنص ما قاله البعض. أنا حذفت من قال، ليست مشكلة عندنا من قال، لكن دعونا نعرف ماذا قال. قالوا: علينا أن نكسب المرأة، ففي أي يوم مدت إلينا يدها ربحنا القضية. أهم شيء أن نكسب المرأة معنا، نجعلها دائما مرتبطة بنا. بمن؟ الأعداء. هذا كلام أعداء الدين الذين يتربصون بالدين. انظروا ماذا يقولوا: إن المرأة المسلمة هي أقدر فئات المجتمع الإسلامي على جره إلى ماذا؟ إلى التحلل والفساد، أو إلى الدين من جديد. يعني المرأة المسلمة هي التي ستأخذ كل المجتمع، كل المجتمع، لأنها هي التي ستربي الرجال، هي التي ستربي كل الأسرة، فتستطيع أن تأخذ المجتمع بأكمله، إما إلى التحلل والفساد والعياذ بالله، أو أن تعيده للدين مرة أخرى، أو تجعله متمسكا بدينه. لذا هي لديهم مهمة. يقولون أيضا: كأس وغانية. كأس هنا يقصدون بها الخمر والعياذ بالله، وغانية يقصدون بها المرأة غير ملتزمة أخلاقيا. تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية، يعني يحطمن هذه الأمة، أكثر مما يفعله ألف مدفع. تعرفنا المدفع؟ آلة الحرب القوية. مدفع، دبابة، آلة حرب قوية تهدم المباني. لا لا، ألف مدفع انهدم كما يهدم في غزة، ليس لا يفعل شيئا كما تفعل المرأة المرأة الغانية مع الكأس في الهدم. طيب، لو ألف مدفع يهدمون، ولكن امرأة مسلمة متمسكة بدينها تربي أسرتها، لا يوجد مشكلة من الهدم، لأن المرأة المسلمة المتمسكة بدينها التي تربي أسرتها ستعلم أبنائها أن الهدم هذا كله عرض زائل، والبيوت عرض زائل، والمهم القلوب
والمهم أن يكون القرآن في قلوبنا وفي معاملتنا، وأن ننشر الإسلام، هذا هو الأهم. وبهذا سيقوى الإسلام، وبهذا ستقوى الأمة، وبهذا سيتحول الهدم إلى أحلى بناء في الدنيا، فقط بوجود المرأة المسلمة. قالوا أيضاً إنه لم يبقى حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي في الشرق إلا أن يطرأ على المرأة المسلمة التحويل. هذا كانوا يفكرون فيه منذ سنوات طوال، وبدأوا بالفعل يفعلون التحويل، فأصبحت المرأة الشرقية ترتدي ملابس مختلفة عما أمر الإسلام، وأصبح البعض منهن يبتعد عن التعاليم. لذا لن نستطيع أن نعود إلى قوة الإسلام كما كنا إلا بتعليم المرأة المسلمة، فهذه هي البداية. وآخر شيء، قالوا إن التأثير الغربي الذي يظهر في كل المجالات ويقلب رأساً على عقب المجتمع الإسلامي لا يبدو في جلاء مثل ما يبدو في تحرير المرأة. هذه المشكلة الكبرى التي فعلوها بالفعل الآن، وأصابت مجتمعاتنا، أنهم أوهموا النساء أن تحرير المرأة هو خلع الحجاب، هو الحرية في الملابس وفي الأقوال وفي الأفعال، و باختصار جعلوا المرأة تعتقد أن تحرير المرأة هو تحرير من الإسلام، للأسف الشديد. وهذه هي المشكلة، والتي لن يحلها إلا ماذا؟ إلا تعليم المرأة المسلمة. هذا بالنسبة للعلم، فماذا عن أمهات المؤمنين؟ أولاً، من هن أمهات المؤمنين؟ أمهات المؤمنين هن من عقد عليهن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى بهن. كم عدد بنى بهن، أي تزوجهن بالفعل، دخل عليهن، كم عددهن؟ في أصح الأقوال 11. ماذا يقول عنها الناظم؟ يقول: نكح طه من نساء العرب كم؟ 10. ومن عقب هارون النبي، سيدنا هارون كان على شريعة سيدنا موسى عليه السلام، فمن عقبه يقصد من؟ يقصد السيدة صفية، ولعل الدكتورة تحدثنا عنها إن شاء الله. ومن عقب هارون النبي، يعني من نسل هارون النبي عليه السلام، من؟ واحدة. وخذ على الترتيب تعريفهن وعلى التهذيب، سيبدأ يعرفنا بهن بترتيب زواجهن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولهن حبيت تزويجه من؟ خير النساء. من؟ أمنا خديجة. ثم من بعدها؟ فسودة، عائشة، فحفصة، فزينب. هنا زينب من؟ لا، ليست زينب، ليست سيدة زينب بنت جحش، هما زينبان. هنا السيدة زينب بنت خزيمة، فهند، ثم برة. برة أي بارة، عكس من البر. هذا اسم من؟ أي زينب. السيدة زينب بنت جحش كان اسمها برة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن هذا الاسم: فلا تزكوا أنفسكم. أقول أنا برة، يعني أنا أبر الله، فسيدنا رسول الله كان لا يحب هذا الاسم، لذا سماها زينب. أي زينب، فأمنا جويرية، فرملة، أم حبيبة، السيدة أم حبيبة اسمها رملة، صفية النظيرية، صفية بنت حيي التي كان أبوها يهودي وكانت يهودية عليها السلام، فأمنا أخت بني هلال، من هي؟ ميمونة صاحبة الكمال. هؤلاء هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على من سنتحدث في العلم؟ طبعا هذه الآية، على من سنتحدث في العلم؟ العلم عند أمهات المؤمنين، هل كنا جميعا لديهن علم أم واحدة فقط؟ جميعا لديهن علم،
كنا في بيت النبوة، لذا فإن الحق سبحانه وتعالى يقول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. يعني كيف كنا في بيت النبوة ويستمعنا إلى أحاديث رسول الله وينزل القرآن عندهن ولا يكن أهل علم؟ طبعا كلهن أهل علم، وهن ممن نشر العلم لكل الأمة. وفي قوله تعالى واذكرنا، يقول المفسرون اذكرنا هذه ما معناها؟ إما أن تكون من الذكر أي التذكر ضد النسيان، يعني راجعنه، يعني تعلمنه أيضا للمراجعة والحفظ حتى لا تنسينه ولا تغفلن عنه. وإما أن يكون من الذكر أي جريان الكلام على اللسان، يعني بلغنا. فما دام القرآن أمرهن بالتبليغ إذن هن أهل علم، هن أهل علم. لذا نجد هذه هي الأحاديث التي روتها أمهات المؤمنين. السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أعلى قدر من الأحاديث، كم روت؟ 2210، أو باللغة الصحيحة نقول 10 و200 و1000 من الأحاديث، عدد كبير جدا روته السيدة عائشة، تستحق أن يقال عنها خذوا دينكم، خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء. هذا قول سيدنا رسول الله عن السيدة عائشة رضي الله عنها. بعدها السيدة أم سلمة روت 378، بعد ذلك السيدة ميمونة روت 76، أم حبيبة رضي الله عنها روت 65، السيدة حفصة روت 60، السيدة زينب بنت جحش روت 11، والسيدة جويرية روت 7، والسيدة سودة روت 5 أحاديث. السيدة سودة كانت مسنة وكانت كبيرة كما تعرفنا. إذن كلهن بيت نبوة، كلهن علمنا المسلمين والمسلمات، كلهن كنا يجبنا، لكننا لا نستطيع أن نتحدث عنهن كلهن، تمام؟ وكلهن كان يهتم الرسول بتعليمهن، ومما ورد في اهتمامه صلى الله عليه وسلم بتعليمهن أنه دخل مرة على السيدة حفصة سيدنا عمر رضي الله عنهما، ووجد عندها أم الشفاء، الشفاء أم عبد الله، تعلمها، فقال ووجدها عندها فقال لها علميها رقية النملة كما علمتها الكتابة. فالشاهد أنها السيدة الشفاء علمت السيدة حفصة بالفعل الكتابة. إذن الرسول كان يهتم بالكتابة، وطلب منها أن تعلمها رقية النملة. هذه رقية لمرض جلدي كان يأتي بعض القروح في الجنب، وكانت السيدة الشفاء تعلمهن الرقية منها. هذه أكثر الأقوال يعني في رقية النملة. فالشاهد أن أمهات المؤمنين كنا يهتممن بالعلم وكنا يبلغنه، ولكننا لن نستطيع أن نتحدث عن الجميع، فسنتحدث اليوم عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لماذا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أعلمهن؟ وليس هذا فقط، هي حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان يحبها صلى الله عليه وسلم. عندما سئل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال من؟ عائشة. قالوا من الرجال؟ قال من؟ أبوها. لم يقل أبو بكر، رغم أن سيدنا أبو بكر هو صديقه، هو الصديق، لكنه قال أبوها لأنه يحب عائشة، فأتى بذكرها حتى مع أبيها. فهي حبيبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قدوتنا في أشياء كثيرة، بل في كل شيء. لكن لديها رضي الله عنها 3 أشياء في غاية الأهمية يجب أن تقتدي بها كل مسلمة. الأولى الحياء، وسنتحدث عنها. الثانية الحفاظ على الزوج وحب الزوج.
كيف كانت تحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت تعامله؟ انظرنا، كانت سألته مرة: كيف حبك لي يا سيدي يا رسول الله أو يا رسول الله؟ فقال لها مثل العقدة، عقدة الحبل، عقدة الحبل تكون قوية يصعب أن تفك. فكانت كلما مر وقت تقول له: كيف العقدة يا رسول الله؟ يقول لها: على حالها. هي تتأكد من حبها، من حبه صلى الله عليه وسلم لها كل وقت. أنت قلت حبي، حبك لي، حبك لي كالعقدة، يعني هو قوي، فأنا أريد كل وقت أن أتأكد، ها، هل ما زلت تحبني بنفس القوة يا رسول الله؟ لها أشياء كثيرة في المعاملة مع سيدنا رسول الله، وكيف تحافظ على حبها له وحبه لها صلى الله عليه وسلم، لكننا سنتكلم عنها اليوم في العلم. لها أشياء أخرى كثيرة جعلتها أفضل من كل النساء، لذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على أمتي كفضل ماذا؟ الثريد على سائر الطعام. ما الثريد؟ الثريد هو المرق، به خبز مفتت وأحيانا به لحم. فالمرق، مرق اللحم، به فوائد كثيرة للجسم، به يعطي الجسم قوة ويعطيه نشاط، لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنه، وهو من أطيب الطعام طعما وإمكانية، ليس كل الناس يستطيعه أصلا، وكان محببا جدا لدى العرب. ففضل السيدة عائشة على سائر النساء كفضل الثريد الذي هو أعلى شيء في الأطعمة على سائر أنواع الأطعمة. طيب، هل السيدة عائشة فضلت على النساء فقط، نحن فقط يعني؟ لا، السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول لأمهات المؤمنين: فضلت عليكن بعشر. يعني هي أفضل من أمهات المؤمنين بعشرة أشياء. ما هي هذه العشر؟ أول شيء تقول: تزوجني بكرا صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك لغيري. تمام. كان أبواي مهاجران ولم يكن ذلك لغيري. أبواها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والسيدة أم رومان، كلاهما كان مهاجرا، وهذا أمر له فضله كما سنعرف، ولم يكن ذلك لغيري. برأني الله من السماء، نزل قرآن في براءتها، ولم يكن ذلك لغيري. يا الله، فقط هذا الذي نزل من السماء؟ لا، نزل جبريل عليه السلام بصورتي في حريرة وقال لسيدنا محمد: تزوجها ولم يكن ذلك لغيري. يعني في قصة زواج السيدة عائشة نزل سيدنا جبريل ومعه حريرة فيها صورة السيدة عائشة وقال له: تزوجها، هي زوجتك، سيكون فيها خلف عن السيدة خديجة، ستخفف عنك مما حدث من الحزن الذي كان في قلبك جراء فقد السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، ولم يكن ذلك لغيري. ماذا أيضا قالت؟ أيضا: وكنت أغتسل معه في إناء واحد ولم يكن ذلك لغيري، وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه ولم يكن ذلك لغيري، وكان ينزل عليه الوحي وهو معي ولم يكن ذلك لغيري. كل هذا يا أمنا، كل هذا كان لها وحدها، هذا فقط؟ لا، حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، وتوفي ومات بين سحر ونحر. النحر هو مكان الذبح أو مكان الذبح، والسحر هو مكان الرئة أو الصدر، ولم يكن ذلك لغيري. ومات في أي يوم؟ اليوم الذي كان يدور علي فيه ودفن في بيتي رضي الله عنها وأرضاها. عشرة أشياء تتميز بها عن أمهات المؤمنين، فما بالكن بميزتها عن عامة المؤمنين ونساء الأمة رضي الله عنها وأرضاها
لذا فسنقضي اليوم مع السيدة عائشة. لا أعرف كم بقي من الوقت. تمام. مبادئ تربوية سنأخذها بسرعة. أول شيء في طريق العلم، إذا كنت أريد علم، تمام، إذا كنت أريد العلم، أول شيء يجب أن يكون اختيار الأب والأم ممن لهم في العلم. يعني أنت تريدين لأبنائك بعد ذلك أن يكونوا في طريق العلم، اختاري زوجا له في العلم. فالسيدة عائشة كان أبوها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر كان أعلم العرب بالأنساب، كان عالما باللغة وبأيام العرب، فهي تعلمت منه هذه الأشياء. ناهيكم عن القرآن الكريم الذي كان يتلى في بيتهم طوال الوقت، لأن أمها السيدة أم رومان بنت عامر رضي الله عنها وأرضاها هي أيضا صحابية جليلة، وهاجرت كما قلنا، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان، بل إنه كان دفنها صلى الله عليه وسلم بيديه وقال: اللهم إنك تعلم ما لقيته أم رومان فيك وفي رسولك. فأمها صحابية جليلة وأبوها صحابي جليل. اختيار الأب والأم له دور كبير في بداية رحلة العلم للأبناء. أيضا تلقي العلوم منذ الصغر، لأننا كما قلت لكم الطفل يتعلم شينما بين فهو يتعلم، والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. فالسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ العلم، شعرت أم لم تشعر، لأن أباها يقرأ القرآن والوحي عندهم، وأمها تقرأ القرآن والمناقشات في سبيل العلم وفي طريق العلم، فتعلمت في الصغر. والتعليم في الصغر أمر مهم جدا في الدين. فسيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول: مات سيدنا رسول الله وعمري 10 سنوات وكنت قد قرأت المحكم. ما المحكم هذا؟ قال في رواية أخرى قال: هو المفصل، أي السور من أول سورة الحجرات حتى آخر المصحف، لأن فيها فواصل للآيات. فهي هذه كان حفظها سيدنا ابن عباس وهو صغير. إذن التعليم في الصغر أمر مهم للغاية. بالمناسبة، من منكن لديها ابن هنا في مصر وهي في هذه السن وابنها تربى هنا، هو يستطيع أن يكون ثنائي اللغة، يعني يستطيع أن يتكلم العربية بطلاقة مثل المصريين ومثل العرب، وإذا علمته لغتك الأم سيتعلمها أيضا. فاحرصي على ذلك مع أطفالك الصغار. السؤال للتعلم، السيدة عائشة كانت تسأل عما لا تعرفه، فيروى أنها عندما سمعت قول الله سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله وكان يقرأ: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قالت: وين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال يومئذ، فقال: على الصراط. إذن أي شيء يقال ولا نعرفه ويستدعي السؤال يجب أن نسأل، لأن السؤال هو الذي سيعلمنا، فلا تستحي من السؤال، هذا للعلم. السؤال فقط؟ لا، أيضا المناقشة. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تناقش: لدي معلومة تختلف عن هذه المعلومة التي أسمعها الآن. هذا الأمر يثير النقاش في ذهني. هي عندما سمعت قول الله سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يروى في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب، من حوسب عذب. فقالت: كيف يعني يا رسول الله؟ أليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يوجد حساب يسير لا عذاب فيه. قال لها: إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب يهلك. إذن هي عندما كانت تستمع إلى معلومة، سمعت لمعلومة من حوسب عذب، وهي تراها لا تتسق مع المعلومة الأخرى، فسألت وناقشت: كيف؟ لم تقل: لا، هذا كلام سيدنا رسول الله سأخذه كما هو. هي تريد أن تفهم. العلم يحتاج إلى الفهم، والقرآن أمرنا بالتدبر والتعقل كثيرا. لذا فإننا عندما نقرأ هذه الآية ونسمع قول سيدنا رسول الله: من حوسب عذب أو من نوقش الحساب يهلك، ندعو الله ونقول: اللهم إنا نسألك الجنة دون حساب،
ولا سابقة عذاب، لأن من حوسب عذبه. الحياء لا يمنع من العلم. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في الحياء قدوة كبيرة جدا. يروى أنها قالت رضي الله عنها: عندما دفن سيدنا رسول الله في بيتي كنت أضع ثوبي. تدخل بيتها وفيه سيدنا رسول الله مدفون، تضع ثوبها، يعني ممكن تخلع الخمار ليست مشكلة، تقول هو زوجي. وعندما دفن أبوها كانت تضع الثوب، تقول هو أبي. لكن عندما دفن سيدنا عمر رضي الله عنه ما رفعت الثوب، ما وضعته أبدا. قالت: كنت ما دخلت إلا وأنا مشدودة على ثيابي. لماذا؟ حياء من سيدنا عمر وهو ميت، فما بالكم وهو حي. يعني تستحي أن ترفع ملابسها أو ترفع خمارها أو حجابها في مكان مدفون فيه رجل لا يحل لها، فما بالكن به وهو حي. أيضا كانت تقول رضي الله عنها: رحم الله نساء الأبصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. لذا فيجب أن نسأل دائما كي نتعلم. الحياء لا علاقة له بأن أسأل في العلم أبدا. طلب العلم لا مشكلة فيه، فلنكن مثل الأنصار أو نساء الأنصار رضي الله عنهم. ماذا أيضا؟ كانت تتورع عن الكلام بغير علم. السيدة عائشة بغير علم؟ نعم، السيدة عائشة عندما جاءت لها مسألة ليست متأكدة منها أحالة الأمر، مثل ماذا؟ مثل ما حدث في حديث شريح عندما سألها عن المسح على الخفين، ماذا قالت له؟ سل ابن أبي طالب، سيدنا علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه كان يسافر كثيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بالفعل إلى سيدنا علي فقال له. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمح لنا للمسافر بثلاثة أيام، أما بثلاثة أيام وليالهن، وللمقيم بليلة بيوم وليلة. فالسيدة عائشة عندما كان يأتيها شيء لا تعرفه، وهي بالمناسبة يعني قيل فيها بأنه لو جمع كل العلم وعلم كل أمهات المؤمنين لكان علم السيدة عائشة رضي الله عنها أكثر، ومع ذلك لا، هذا الأمر لست متأكدة منه، اذهب إلى من هو أكثر تأكدا، لأنه كان يسافر مع سيدنا رسول الله كثيرا، فلا تجيب إلا بعلم. الدقة في نقل الحديث الشريف. السيدة عائشة رضي الله عنها روي أنها سمعت أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. هذا حديث حتى الآن مشهور عند العامة، عندما يموت شخص ويبكي آخرون يقولون أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فالسيدة عائشة ماذا قالت؟ يغفر الله لأبي عبد الرحمن الذي هو سيدنا عبد الله بن عمر. لماذا؟ ما أخطأ. انظروا أو انظرنا، هي تبرئ ساحته من الخطأ، لكنه ما كذب عفوا، لكنه نسي أو أخطأ. ثم تروي القصة الحقيقية بأنها كانت يهودية مدفونة وأهلها يبكون، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. هي تعذب ليس لهذا السبب، ليس للبكاء، لأنها جاءت السيدة عائشة في رواية أخرى وقالت: ألا ترون قول الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى. فالسيدة عائشة رضي الله عنها كانت دقيقة جدا في معلومتها التي تسردها، وهذا أمر مهم أيضا في طلب العلم يجب أن نتعلمه. أيضا كانت تريد أن تتأكد من المصدر أنه موثوق منه، مصدر المعرفة هذا يجب أن يكون موثوقا منه. فماذا فعلت؟ يروى أنها جاءت مرة وقالت لسيدنا عروة: إن عبد الله بن عمرو مار بنا للحج، سيمر علينا في هذا الطريق لأنه ذاهب للحج، وإنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير، فإذا مر فاذهب إليه واسأله وقابله واسأله عن بعض ما عرف.
فذهب سيدنا عروة وسأله فروى له هذا الحديث: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير العلم فيضلون، هم يضلوا ويضلون، أي يضلون الآخرين. فعندما ذهب سيدنا عروة وحكى لها هذا الحديث، السيدة عائشة أعظمت هذا، قالت: هو قال ذلك؟ قال: نعم. طيب، السيدة عائشة الآن تريد أن تتأكد أن سيدنا عبد الله بن عمرو بالفعل مصدر ثقة في رواية الأحاديث، هو سيروي أحاديث كثيرة عن سيدنا رسول الله. فماذا فعلت هي؟ ما كانت سمعت هذا الحديث، ماذا فعلت؟ انتظرت حتى حال الحول ومر عام كامل، وجاء الموعد الذي يمر فيه سيدنا عبد الله بن عمرو، فقالت لابن أختها سيدنا عروة: اذهب وحدثه ثانية واسأله عن هذا الحديث. ذهب وحدثه وسأله فأجابه الحديث كما هو. فعندما ذهب رجع إليها وحكى لها، قالت له: أحسبه صادقا، فما زاد كلمة ولا نقص. فانظرنا ماذا تفعل، هذا أمر مهم أن نتأكد من مصدر المعرفة. أنتن الآن سيكون لديكن تعطش كبير للمعرفة وتريدن التعلم، ولكن البعض منكن، وهذه مشكلة كبرى مقابلها مع الناطقين بغير العربية، قد تذهبن، بعضهن يذهب إلى من ليس أهلا للعلم، قد يكون مشهورا لكن له فكر مخالف للفكر الأزهري ومخالف للفكر الوسطي الذي أتيتن من بلادكن لمعرفته، فاحذرن هذا. وليس أي كتاب تجدنه هو متاح للقراءة وبه الفكر الصحيح، أنتن ما زلتن لا تعرفن ذلك. فلا أقرأ كتابا إلا إذا قال لي أستاذي في الجامعة، في جامعة الأزهر، هو جيد، أو شيخي في الجامع الأزهر هنا، هو جيد، هو صحيح، ولن أخذ علما من أي شخص. لا، أنا أتيت هنا من أجل العلم الأزهري، فتقيدي بالمصادر الأزهرية لأنها هي الموثوق بها فيما تريدين. أما إن ذهبت لأي مصادر أخرى فقد تأخذين فكرا ليس هو الذي أتيت من أجله، فاحذري إلى هذا واختبري من تأخذي منه، كما تعلمنا من أمنا السيدة عائشة، اقتربنا الاهتمام بعلوم اللغة العربية والشعر العربي، كانت تقول: رووا أبناءكم الشعر فإنه يعذب ألسنتهم. وكانوا يقولون، قال سيدنا موسى بن طلحة: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت موسوعة في العلم، كما قلت لكم لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكانت أوسعهم علما. وقالوا أيضا عن سيدنا عروة: ما رأيت أحدا أعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من السيدة عائشة رضي الله عنها. والطب، نعم والطب، وكانت أيضا تحسن علم الفرائض أي المواريث، كان كبار الصحابة يذهبون إليها ويسألونها في علم المواريث ويجدون طلتهم. كانت أيضا لا تقتصر على العلوم الشرعية والعربية، ليس لأني أريد علم الشريعة لا أذهب إلى غيره، لها أظن هذه الحناء، كانت تهتم بأمور المرأة وبعلومها التي تساعد المرأة على التجميل، وكانت تأمرهن بالحناء، وكنا يسألنها عنهن فتقول: نبات طيب وماء طهور، حتى تحثهن عليها. وكانت تهتم بعلوم الطب، يروى أن سيدنا عروة قال لها: يا أمتاه، هي خالته، قال لها: يا أمتاه، لا أعجب من فقهك، أقول زوجة النبي وابنة سيدنا أبي بكر، ولا أعجب من علمك باللغة وبالأيام، أقول بأيام العرب، أقول هي ابنة سيدنا أبي بكر وهو أعلم الناس، لكني أعجب من علمك بالطب، فمن أين هو؟ فضربت على منكبه وقالت: يا عرية، أي عرية، تصغير عروة هو ابن أختها، أي عرية،
لقد كان عندما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الوفود، وفود الأطباء يعالجونه وينعتون له وأنا أفعل ذلك. وفي رواية أخرى وكان الناس يسألونهم فأسمع وأحفظ، يعني حتى علوم الطب السيدة عائشة رضي الله عنها اهتمت بها، وهكذا يجب أن نفعل. أيضا ما كانت تسرع في الكلام وكانت تتأنى في سرد الحديث، لذا يقال سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخطباء هلم جرة، ما رأيت ما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من السيدة عائشة رضي الله عنها. كانت تسرد الحديث بتمهل تقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كلامه قليلا، الكلام يكون بتمهل، والكلام المهم يكرر مرة ومرتين وثلاث مرات حتى يستوعبه الآخرون. فهكذا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها. وآخر شيء فيها نريد أن نتعلمه منها أن العواطف التي تختص بها المرأة لا تمنعها من التعلم. فالسيدة عائشة رضي الله عنها شهر عنها أنها رغم كل هذا العلم كانت كثيرة الغيرة، كانت تغار على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإناء المكسور. الإناء المكسور يروى أن إحدى صويحبات السيدة عائشة، يعني إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إليه إناء به طعام في يوم كان فيه عند السيدة عائشة، فضربت السيدة عائشة يد الخادم فسقط الطعام وكسر الإناء. هذا من غيرتها. انظرنا إلى رد فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضم الإناء وضم الطعام وقال للمسلمين للصحابة غارت أمكم، يعني لا تهتموا، كلوا كلوا غارت أمكم. هذا شعور غيرة طبيعي عند النساء. وبعد ذلك بدل الصحفة بالصحفة وطعام بطعام. فالشاهد من هنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها رغم كل هذه الغيرة إلا أنها كانت صاحبة علم، فلا يقال إنك لأنك امرأة ولديك مشاعر كذا وكذا هذا سيؤثر في العلم. لا، السيدة عائشة رضي الله عنها نتعلم منها أن الغيرة لا تمنع، بل إن الانفعالات الشديدة والغضب الشديد وهذا أمر موجود في المرأة أيضا لا يمنعها من أن تتعلم. فالسيدة عائشة كانت قد غضبت بعض الشيء من سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه لأنه كان قد تكلم في حديث الإفك دون قصد الاتهامها رضي الله عنها، وتاب من ذلك رضي الله عنه. وجاء سيدنا عروة في وقت يريد أن يسب سيدنا حسان بن ثابت فقالت لا تسبوا حسان فقد كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي تفكر بعقل ومنطق وبموضوعية رغم المشاعر التي قد تكون تختلف عن ذلك، وهذا مما يجب أن نتعلمه من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا بعض مما يجب أن نتعلمه منها رضي الله عنها، وهذه وقفات تربوية بسيطة معها أرجو أن نستفيد منها ونلتزم بها إن شاء الله. وأرجو أن لا أكون أطلت عليكم وسامحوني على الإطالة إن كانت، وشكرا لكم ونفع الله بنا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا معالي الدكتورة رحاب على هذه الكلمة الماتعة والعرض الشيق. معالي الدكتورة حدثتنا عن أهمية العلم للمرأة وضربت لنا الأمثلة من حياة الصديقة السيدة عائشة رضي الله عنها، فيا حظها هنيئا لها، حازت من المحاسن العلى وبشرت مع زوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم بجنة الخلد العلى. أليس العلم في الإسلام فرضا على أبنائه وعلى البنات؟ وكانت أمنا في العلم بحرا تحل لسائليها المشكلات، وعلمها النبي أجل علم فكانت من أجل العالمات، لذا قال ارجعوا أبدا إليها بثلثي دينكم ذي البينات، وكان العلم تلقينا فأمسى يحصل بارتياد المدرسات، يحصل بانتياب المدرسات وبالتقرير
وبالتقرير من كتب ضخام وبالقلم الممد إلى الذوات. ألم نر في الحيثان الغيد قبلا أوانس كاتبات شاعرات، وقد كانت نساء القوم قدما يرحن إلى الحروب مع الغزاة، يكن لهم على الأعداء عونا ويضمدن الجروح الداميات. وكم منهن من أسرت وذاقت عذاب الهون في أثر العداة، فماذا اليوم ضر لو التفتنا إلى أسلافنا بعض التفات. فهم ساروا بنهج هدى وسرنا بمنهاج التفرق والشتات. أحبتي الكرام، يعني ما أحوجنا إلى أن نقتدي بأمهات المؤمنين، ما أحوجنا أن نقتدي بالسيدة عائشة رضي الله عنها. ولست أدري أعجب من فصاحتها أم أعجب من أناقتها. رؤيا أنها كانت تعير ثيابها لتتزين به العرائس. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تسطر ببلاغتها الصفحات، كما تحدثت معي الدكتورة منذ قليل، يعني أنها كانت من أفصح الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نعجب بإيمانها الصادق، هذا الإيمان الذي رافقها حتى الممات، أن نعجب من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا، اللهم أمين، ورزقنا حسن الاقتداء بهن. حبيبتي، ما زالت ندوتنا مستمرة للحديث عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، ومع كلمة معالي الأستاذة الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، فلتتفضل. مشكورة، تفضلي معالي الدكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وحمد الشاكرين، أحمده والتوفيق للحمد من نعمه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من فضله وكرمه، وأستعينه قادرا قاهرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا، وأصلي وأسلم على هادي البرية بعد الضلال، الذي بلغ في الفصاحة والبلاغة حد الكمال، تحدث فسحر القلوب وبهر العقول بحسن المقال، وقام للناس على الأخلاق مثلا، كذلك يضرب الله الأمثال، نبي الرحمة وصاحب لواء الحمد يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تعنو لجلالها السماء وما أضلت، وتنوء بحملها الأرض وما أقلت، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، سيد ولد عدنان وخير من أفصح فأبان. أما بعد، فبداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أستاذ الدكتور أحمد الطيب على ما يقدمه للجامع الأزهر وللمرأة بالأخص من هذه الندوات الرائعة. كذلك أشكر جميع القائمين على العمل بالجامع الأزهر الشريف، كما أخص أيضاً بالشكر زميلتي الفضليتين أستاذة الدكتورة رحاب الزناتي والأستاذة الدكتورة سناء السيد، وأشكرهما على ما قدم الآن من معلومات قيمة ورائعة. كما أتقدم لجميع الحضور من بناتنا من بلاد أندونيسيا طالبات العزيزات، فمن كنا من كانت طالبة عندي في كلية الدراسات الإسلامية والعربية، ومن كنا من سيكون أيضا إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكنا في بلدكنا الثاني مصر، بلد الأزهر، بلد العلم، مصر الأنبياء، فهنا وجد كثير من الأنبياء. وأهلا وسهلا أيضا بأخواتنا من مصر، شرفتمونا. وحديثنا اليوم عن أفضل فئة وأجمل فئة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. نتكلم عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أتحدث اليوم عن أمي، فكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات لنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن زوجات رسول الله من هن؟ أمهات لنا. الأم الحقيقية وصى بها القرآن الكريم قائلاً: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن. إذن للأم مكانة عندما يوصي الله بالوالدين ويخص الأم، فللأم مكانة. ويسأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس يا رسول الله بحسن صحابتي؟ فيقول له: أمك. ثم من؟ ثم أمك. ثم من؟ ثم أمك. ثم من؟ ثم أبوك. هذه هي الأم. إذن طالما وصف زوجات النبي بأنهن أمهات لنا، إذن لهن علينا حق الاحترام والتقدير والتوقير، وماذا؟ والحب. وما جاء هذا الشرف لهن إلا بشرف التصاقهن بمن؟ بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، بحبيب الله. فإن كنت تحبين الله فأحبي رسول الله، وإن كنت تحبي رسول الله فأحبي زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعددت أستاذتنا الدكتورة رحاب عدد الزوجات وأسمائهن. طيب، لماذا نحتاج إلى دراسة ومعرفة حياة أمهات المؤمنين؟ لماذا؟ لماذا نتحدث اليوم عنهن؟ لماذا؟ لأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب من ينقل لي صفاته البشرية، ومن أقرب إليه من زوجاته. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا ينقل خبر الرجل بمنتهى الصدق والأمانة إلا زوجته. أمه تحبه فستجامله لأنه ولدها، أما الزوجة هو زوجها. ومن الإعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئلت عنه زوجة من زوجاته إلا وأثنت عليه. السيدة عائشة يسألوها عنه: ما حال رسول؟ كيف كان؟ قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. صح؟ أيضا لأنهن من نقلن لنا هذا الدين. أغلب الأحاديث من أمهات المؤمنين، فكيف تأخذين علمك ودينك وغايتك إلى الآخرة من أحد لا تعرفين من هو؟ فلا بد أن نعرفهم حتى نأخذ العلم منهم. وما أجملها من سيرة، فكل واحدة منهن بحرا تحبين أن تسمعين عنه. وأيضا امتثالا لما قلت مما قاله الله سبحانه أنهن أمهات لنا، وأيضا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح عندما قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أمرين ثقال لن تضلوا أبدا إن تمسكتم بهما. ما هما؟ أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، أليس كذلك؟ أليس القرآن فيه الهدى والنور؟ فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. هذا هو الأمر الأول، أمر ثقيل. ما الأمر الثاني؟
وأهل بيتي، ورددها ثلاثة، وأهل بيتي وأهل بيتي وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وأول أهل بيته من؟ زوجاته. وسيدنا أبو بكر الصديق كان يقول إيه؟ كان بيقول إيه؟ اركبوا محمداً في أهل بيته، والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أصل قرابتي. إيه ده؟ يعني أنا بقى لما أقعد كده وأقرأ عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنا أتقرب إلى رسول الله. طبعاً ألم يشر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين قائلاً: هؤلاء آل بيتي فأحب آل بيتي، فإن أردت حب رسول الله فأحبي زوجات رسول الله. ولم يأتي الحب إلا بدراسة هذه السيرة. طيب، وبعد أن أدرس سيرتهن ماذا أفعل؟ عليك حقوق لا بد أن تفعليها. ماذا أفعل؟ ماذا عليك أن تفعلي تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولاً، معرفة سيرتهن، عليك أن تقرأي وتسمعي عنهن. أولاً، ثانياً، معرفة ما لهن من فضل. إيه الفضل؟ ما فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثالثاً، الصلاة عليهن. ألم تقوليها في صلاتك؟ تقوليها في التشهد أم لا؟ فصلي على زوجات النبي، اقرنيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التسمية بأسمائهن، سموا أولادكم بأسماء زوجات النبي وانطقوها بطريقة صحيحة. عائشة هي عائشة وليست عيشة، لا، هي عائشة. أيضا الدفاع عنهن، من يتحدث عنهن بأي كلمة سيئة وجب عليك الدفاع عنهم. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أوليائه قائلا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن لا تتركي أحدا يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا أن وصفهن بأنهن أمهات. الأمر الثاني، لماذا ندرس سيرتهن؟ الأمر الثالث، ما الحقوق الواجبة تجاه من؟ زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهاتنا. عندما تتحدثي عنهن لا تقولي السيدة عائشة فقط، لا، قولي عن أمنا السيدة عائشة، عن أمنا السيدة خديجة، عن أمنا السيدة صفية. تحدثت سعادة الأستاذة الدكتورة رحاب عن السيدة عائشة، وهن كما قلنا 11، والحديث يحتاج حلقات وحلقات. نتحدث الآن عن من ساندت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الأم والزوجة والحبيبة وأم الولد، عن السيدة خديجة رضي الله عنها. أنا أحبها حبا شديدا، أشعر بأنها أمي دائما وأبدا. كلما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها، طبعا الحديث عن سيرتها ككل يحتاج إلى حلقات كثيرة، نقتطف من حياتها ما يهمنا. وأنتن الآن بنات العزيزات الغاليات القادمات من إندونيسيا، نحتاج لكن في نشر الدعوة. وكان السيدة خديجة أكثر من ساعد النبي في نشر الدعوة، أليس كذلك؟ أنا سأعلمك 4 سنوات، ثم بعد ذلك أرسلك سفيرة إلى بلدك. أنت سفيرة الأزهر،
أنت من ستنشرين هذه الدعوة. انظري ماذا فعلت السيدة خديجة. أولا أسس الاختيار، لقد اختارت النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعت من الكثير أنه أتى الزمان الذي سيأتي فيه نبي آخر هذا الزمان، وسمعت عن علاماته، وسمعت عن صفاته، من صفاته أنه صادق، أنه أمين، أنه كذا، أنه كذا. فعندما أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم بتجارتها وسمعت من ميسرة، تعرفون من ميسرة؟ كان عبداً للسيدة خديجة، كانت ترسله مع من يذهب بتجارتها، فكانت امرأة سرية من أشراف قريش، وكانت جميلة. السيدة خديجة كانت جميلة وكان عندها تجارة كثيرة، هل تترك المال وتجلس عليه؟ لا، ديننا يدعوكم إلى السعي، فكانت تتاجر بتجارتها مع احترامها لكونها امرأة، فلن تركب وتسافر بلادا بعيدة وتترك أولادها، فقد كانت متزوجة قبل النبي مرتين ولها 4 من الأبناء، فكانت ترسل أحدا بتجارتها، منهم من ليس أمينا ومنهم من ليس عالما. ولكن عندما أرسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ميسرة أني رأيت عليه 3 علامات، هذه العلامات هي التي تذكر في نبي الأمة. انظري يا بنيتي من تختارين زوجا، أنت الآن في مرحلة اختيار الزوج، وما شاء الله كثيرات من كل من إندونيسيا يأتون إلينا فتيات يتزوجن بمصر من الإندونيسيين أيضا، فانظري من تختاري. إذن أنا أعدك للدعوة وأعدك لأن تكوني أم، لذلك أحدثك عن خديجة. ما هي العلامات 3 التي قالها؟ العلامة الأولى وجدت غمامة تظله، غمامة فوق رأس النبي لا تفارقه. وميسرة شاب ذكي، هل هذه صدفة أم أنها أمر مقصود؟ فقال أتسابقني يا محمد، تعال نجري عشان يشوف ليرى هذه الغمامة هل ستظل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أم ستكون على الاثنين. فعندما سبقه وجدها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، عندما كان يبيع ويشتري فقال له رجل لن أشتري منك قبل أن تقسم باللات والعزى. قال والله ما أقسمت بهما قط، إن أردت أن تشتري فاشتري وإن لم ترد فلا. وهكذا المؤمن صادق لا يحتاج إلى القسم دائما وأبدا. العلامة الثالثة، استظل تحت شجرة، أحيانا نراها على اليوتيوب، ألم يلفت أنظاركم أمر هام لفت نظري أنا، أن هذه الشجرة كثيفة جدا لدرجة أن من يستظل بها يحتاج أن ينخفض ويسير تحتها وهو منخفض الرأس، تحتاج إلى جهد، وهم يمشون في طريق السفر، من يستطيع أن يلحق بشجرة يجلس عندها، لكن أن يمشي هذه المسافة، فمن هذا الذي عنده هذا الصبر؟ ولماذا هذه الشجرة؟ أليس فيها سرا؟ ولذلك عندما مر الراهب اليهودي قال له يا ميسرة من الذي استظل تحت هذه الشجرة؟ قال إنه شاب اسمه محمد ابن عبد الله. قال والله ما استظل تحت هذه الشجرة إلا نبي. فجاء ميسرة وحكى لها الأمر، فعلمت أنه رسول هذه الأمة فاختارته. لذلك تعلمي منها حسن الاختيار، تعلمي منها الحياء، فما ذهبت إليه كما يقولون وطلبت منه الزواج، لا،
بل تحدثت مع صديقتها السيدة نفيسة عن حسن خلقه وأدبه، فشعرت السيدة نفيسة بحب السيدة خديجة له، فذهبت إليه وقالت: ألا تريد أن تتزوج يا محمد؟ قال: نعم، ولكني لا أملك ما أتزوج به. قالت: وإن كفيتك؟ قال: ومن هي؟ قالت: خديجة. في عصرنا من الممكن أن يرد الشاب قائلاً: خديجة إنها تكبرني 15 سنة، خديجة إنها تزوجت قبلي مرتين، لكنه رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله الذي أدبه ربه، فرد قائلاً: وأنا أنا من خديجة، وأنا أنا، إنها امرأة ذات شرف ورفعة. فذهبت إليها ولم تحرجها. انظري إلى الصداقة، أنتن الآن لستن في بلادكم، فكل واحدة منكن ليس لها إلا صديقتها، فكوني نعم الصديقة لصديقتك، دليها على الخير كما فعلت السيدة نفيسة. وذهبت إليها وقالت: إن محمد هو من طلب أن يتزوجك مني. لم تحرجها، لم تقل لها: أنا من قلت له. فردت خديجة قائلة: لم تقل إنه شاب فقير وأنا من أسرى الأسرياء، وإنما قالت: وأنا أنا من محمد. وتم الزواج وتزوجته، وكان عمرها 40 عاما، وعمر النبي 25. ومع ذلك هي من أنجبت له الأولاد، 4 من البنات: سيدة زينب، سيدة رقية، سيدة أم كلثوم، سيدة فاطمة، و2 من الأبناء. ولم يأتي له بالولد غير السيدة ماريا، أتت بإبراهيم بعد ذلك. مات الأولاد وظل البنات، وماتوا كلهن في حياة النبي إلا السيدة فاطمة بعده بكم؟ بكم ماتت بعد النبي بكم؟ 6 أشهر. ألم يقل لها: أنت أول أهل بيتي لحاقا بي؟ وكان عمرها 18 سنة. تعالي بقى شوفي في الدعوة، ربت له زيد بن حارثة، هي أهدته له وربته له، ربت علي بن أبي طالب مع أولادها وعمرها 40 عاما. المؤمن قوي، الإنسان أرسله الله ليعمر هذه الأرض، أنت اغرسي الغرس حتى آخر يوم في عمرك. ثم بعدما جاءته الدعوة، وكان يتركها النبي ويذهب يتعبد في غار حراء بالليالي ذوات العدد، لم تقل له: تركتنا وتركتني بأبنائك وتركتني بابن عمك، لم تقل هذا. أنت داعية، شجعي نفسك، الغربة عصيبة، وأعلم ذلك، وأنتن تركتن بلادكن وأمهاتكن وآبائكن، ولكن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اغتنمي 4 سنوات، خذي طرقا كثيرة إلى الجنة. كانت ترسل إليه الطعام وهي وعمرها تخطت 40، وهي تعلم أنه يتعبد لربه. وعندما جاءته الدعوة ونزل إليها، انظري إلى موقفها في الدعوة، انظري إلى جمال موقفها مع رسول الله. ينزل إليها يرتجف بعدما جاءه جبريل قائلا له: اقرأ. قال: وله حق أن يرتجف. يظهر إليه جبريل بصورته الحقيقية قائلا: اقرأ. ما أنا بقارئ. ولا يقرأ بالفعل، فيأخذه ويضمه لدرجة أن تدخل ضلوعه في داخله. لماذا فعل جبريل به هذا؟ لأنه يحبه، فهو اشتياق الحبيب لحبيبه، وكيف لا يحبه وهو حبيب الله؟ فينزل إلى خديجة مرتجفا قائلا: زملوني زملوني، دسروني دسروني. فتأخذه أخذة الأم والزوجة والحبيبة وتغطيه. ثم بعد أن يهدأ وهو لا يعلم ما أصابه، ماذا أصابني، هل جن؟
فتطمئنه. لا تقول له أنت تستحق ما حدث لك، تركتنا تجلس وحدك، لا، إنها ونعم الزوجة. بل قالت: والله لن يخزيك الله أبدا. كوني خديجة في أخلاقها، تعلمي منها. ليه؟ ما قلتوش عشان لأنك تصرف علينا من الأموال؟ لأنك جميل؟ لا، بل عددت عنده فضائل لغير أهل بيتها. هي تعين زوجها على أن يكون خارج بيته رجلا فاضلا، فتقول له: إنك تعمل إيه؟ تكر الضيف. يا سلام، تكرم الضيف وتكسب المعدوم، من ليس عنده مال، وتعين الكل اللي بيقدرش، من لا يستطيع العمل. فيهدأ النبي لكلامها: إن أردت أن يأتي إليك زوجك أول واحدة ولا يذهب إلى غيرك فكوني خديجة. طيب، أتترك الأمر هكذا يمر؟ لا، انظري إلى عقلها. فإن أردت العقل من زوجات النبي، كلهن ذوات عقل لكن أعقلهن خديجة، فانظر إلى عقلها. أخذته إلى من؟ إلى أبو لهب؟ لا، أخذته إلى ورقة بن نوفل بن عمها، ليس لأنه ابن عمها، ولكن لأنه كان يقرأ فيما تبقى من إيه؟ من صحف إبراهيم وموسى. فقال له: إنك نبي هذه الأمة. الله، إيه ده؟ وانظري، لم تتحدث هي وهي تكبر، لكنها تعطيه مكانته. قالت لورقة: هذا ابن أخيك جاءك يسألك، فاسمع منه. وعندما قال له ورقة: وسيخرجك قومك، لم تنهار، لم تنهاه عن ذلك. النبي قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. ويموت ورقة بعدها بأربعين يوما، ويوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون أول من يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وليس كما يقول البعض أول من آمن من النساء، بل أنا أعتبرها أول من آمن برسول الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ودعت بناتها وأسلمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت تشتري العبيد ليدخلوا في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما كنقول هذا في وقت الرخاء، لا، وفي الشدة، عندما حبس النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في شعب أبي طالب، قالت قريش: استثنوا خديجة فإنها من أشراف قريش. قالت: لا والله، فلن أترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمرها 62 عاما، وذهبت معه. وعندما تعبت ومرضت من قلة الطعام، قالوا: أرسلوا الطعام إلى خديجة حتى لا نعير بها قريش. فكانت تأخذه وتوزعه على من؟ على أطفال المسلمين. وخرجوا بعد 3 سنوات، وخرجت معهن على مرض الموت، فكان تكريم الله لها أعظم تكريم. يجلس بجوارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سكرات الموت باكيا عليها، لم يتزوج عليها، وعمرها 65 سنة، وبجواره ابنته فاطمة. وإذا بجبريل ينزل إليه، فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن جبريل ما ينزل إلا لوحده، فيقول: لا تقم يا محمد، فما جئت إليك اليوم. إذا لماذا جئت؟
يقول: إنما جئت اليوم لخديجة، أرسلني إليها ربي. انظري، انظري إلى هذه السيرة العطرة، هذه الولية الطاهرة. لماذا أرسله ربه؟ أرسلني إليها ربي لأقرئها منه السلام. ستذهب إلى ربها بعد دقيقتين، لكنه يريد تكريمها وأن يعلو ذكرها في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنها أحبت رسول الله، وأحبها رسول الله، والله يحب من يحب رسول الله ومن يحبه رسوله. فأرسل إليها سلاما. انظري، إن كنت ذاهبة إلى رئيس جمهورية تقولين: كيف يتقبلني؟ فيقول لنا: لك، سيتقبلك بأجمل سلام وتحية. طيب، بأجمل سلام، هل سيكرمني؟ فيقول جبريل له: أن الله يبلغها أو يقرئها منه السلام، ويبشرها بقصر من قصب في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، ويذهب جبريل، وترتقي خديجة إلى رب العالمين بعد هذه البشرى. فتقول السيدة فاطمة: والله كنت لا أدري، أأبكي لفراق أمي أم أفرح لبشرى أمي؟ ويقول عنها رسول الله: لم يكمل من النساء إلا أربع، من هن؟ آسية بنت مزاحم زوجة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، ومن؟ وابنتها فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، هل هذه سير تترك؟ اسمعي عنهن، فنساء النبي أطهر نساء. سيدة أم سلمة كانت أيضا كبيرة في السن، أقول أن السيرة فيهن تحتاج إلى حلقات، لكن نموذج للمشورة والعقل. النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا أنه يذهب إلى الحرم الذي حرم منه، بلده مكة التي قال وهو خارج منها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي، وأنتن تشعرن بمدى حب الوطن، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فلما رأى الرؤيا اشتاق وذهب مسرعا ليرى الكعبة، فذهب بصحابته لعمرة، فمنعه كفار قريش وصلح الحديبية، والقصة المشهورة: لن تدخل وبينه وبين الكعبة 10 دقائق. ويرضى بهذا الأمر لأن الله أمره، إنه صبر المؤمن، لابد أن تتحملي في سبيل الدعوة، أنت الآن عليك أن تتحملي. فيرضى، ويقولون له: من يأتي إليك من عندنا مسلما ترده، يرجعه، ومن أتى إلينا من عندك لن نرده. ويرضى، ويقوم عمر قائلا: يا رسول الله، أولسنا على الحق؟ فلماذا نرد الدنية في ديننا ولا يعلم أنه أمر من الله؟ لكن الصديق والصاحب ماذا قال؟ على رسلك يا عمر، إنه رسول الله، هو الأعلم. ثم يأمر النبي صحابته أن يحلقوا ويسبحوا عشان يرجعوا. لم يمتنع الصحابة امتناعا عن أمر النبي، وإنما من شدة الصدمة لا يستطيعون القيام. فدخل على السيدة أم سلمة قائلا لها: هلك المسلمون يا أم سلمة، هلك المسلمون يا أم سلمة. قالت: ماذا بك يا رسول الله؟ فحكى لها. انظري إلى هذه المرأة العاقلة، أمنا السيدة أم سلمة. قالت: يا رسول الله، على رسلك، فالخطب عليهم شديد، أخرج عليهم واحلق واسبح. انظري إلى هذه الحكمة،
وانظري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يحترم زوجاته، فسمع كلامها وخرج وحلق وذبح، فقام الصحابة وفعلوا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أم سلمة صاحبة أكبر فتح في هذا الدين. ويرجعون هذا الفتح هو أن تنزل سورة الفتح على رسول الله وهو راجع من صلح الحديبية. أي فتح في رجوعه بهذه السورة؟ لأن الكرب اشتد إلى نهايته، فكلما اشتد الكرب هان إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وبالفعل يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عامين فاتحا مكة، كان معه وقتما رجع 1400 من المسلمين، فرجع إليها فاتحا بعشرة آلاف من المسلمين، ضاربا أروع مثال للرحمة والشفقة. اليوم يوم المرحمة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان هذا الفتح بفضل من؟ كلما تذكرت صلح الحديبية تذكري ستنا وأمنا السيدة أم سلمة رضي الله عنها. ألا إني داعية فأمننوا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي لأنوارك، الجامع لأسرارك، الدال عليك، الموصل إليك، صلاة تنفرج بها الكرب وينفرج بها كل ضيق وتعسير، وننال بها كل خير وتيسير. وعلى آله هداة الإسلام، وأصحابه السادة الأعلام، وأزواجه الطاهرات الكرام، واجمعنا به يا ربنا في أعلى مقام، وارزقنا يا مولانا جواره دائما وأبدا. اللهم صل على من أعليت له الرتب وكشفت له الحجب، فرقي إلى ما لم يرقى إليه الخليل، ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل، ونظر إلى ما لم ينظر إليه الكليم، ووصفته بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن أصحابه الطيبين، وارحم أمته واحفظ شريعته، وبارك عليه وعليهم إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك، وارزقنا حب نبيك وحب من أحب نبيك، وحب آل بيت نبيك وحب من أحب آل بيت نبيك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة نبيك وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن وهداية القرآن وشفاء القرآن ونور القرآن وصحبة القرآن وبركة القرآن، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأنيسنا وشفيعنا في قبورنا ويوم أن نلقاك. اللهم أكرمتنا فلك الحمد، وسترتنا فلك الحمد، ورزقتنا فلك الحمد، وعافيتنا فلك الحمد، فلك الحمد حبا وشكرا، ولك الحمد يوما وعمرا، ولك الحمد دائما وأبدا. وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم آمين آمين. جزاك الله خيرا معالي الدكتورة على هذه الكلمة التي خرجت من القلب وأحسبها وصلت إلى القلب. حبيباتي الكريمات، من منا ستكون مثل خديجة؟ من منا ستقتدي بأمهات المؤمنين؟
يعني حاولنا في هذا اللقاء أن نعرض على حضراتكن بعضا من سيرهن. صعب أن نحصي طبعا كل شيء، هن يحتاجن إلى حلقات وإلى حلقات، ولكن نصيحتي كوني مثل خديجة، كوني مثل خديجة رضي الله عنها حكمة وعقلا وتضحية، كوني مثل خديجة بذلا وصبرا وعطاء وحبا ووفاء وسندا ودعما، كوني السند والدعم. كثير الآن من الزوجات يمر زوجها بضائقة ما أو بأزمة ما، فهل تكون له سند؟ هل يلجأ إليها أصلاً عند وجود مشكلة أو يذهب إلى أصدقائه أو يحكي للخارج؟ هنا المشكلة. لابد أن نقتدي بأمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين كما قلنا البعض يعني يثير بعض الشبهات ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده شهوة ولذلك تزوج هذا العدد. طبعا استمعتنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيدة الأولى السيدة خديجة رضي الله عنها كم كان عمره؟ 25 صحيح؟ ولما توفيت كم كان عمره؟ 50. يعني رجل بعد 50 من عمره تزوج بقية الزوجات بعد 50 من عمره. بعد 3 سنوات كمان. وكانت بعد السيدة خديجة السيدة سودة بنت زمعة، وكانت كبيرة في السن ضخمة، ويعني لم يجمع معها أحد لمدة 3 سنوات مع السيدة سودة بنت زمعة، ولكن كانت تتميز بروحها الخفيفة وخفة الظل، وكانت تحرص على إضحاك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وهبت ليلتها للسيدة عائشة، لما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن هذا الحب ولا يخجل منه. كان سيدنا عمرو بن العاص كان يسأله من أحب الناس، الناس جميعا، فكان يقول عائشة ثم من ثم أبوها كما استمعنا. أيضا السيدة حفصة، السيدة حفصة بنت عمر ترملت وهي شابة صغيرة في 18 من عمرها، توفي زوجها في أحد، فكان عمر الصحابي الجليل يريد لابنته أن تستقر، فعرضها على سيدنا عثمان وعرضها على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا، ولكن لم يجبه أحد إلى هذا الطلب، لأنهما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ويريد أن يتزوجها، وتزوجها بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت الأيام، وتروي لنا السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، لا نعرف لماذا، هناك روايات كثيرة تعدد الأسباب، لكن ليس الهدف أن نعرف السبب، الهدف أنه حدث الطلاق حتى يعني يحدث لنا تشريع لأحكام الطلاق ونعرف أحكام الطلاق. ونزل جبريل يقول له إن الله يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة، وكان عندها حفظ القرآن الكريم النسخة الورقية من القرآن الكريم. أيضا عندنا السيدة زينب بنت خزيمة، وكانت تلقب بأم المساكين لأنها كانت تنفق كثيرا على الفقراء وعلى المحتاجين. ماتت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم زوجتان، هي والسيدة خديجة، توفيت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم السيدة أم سلمة، هو من أم سلمة؟ أم سلمة زوجها لما أراد أن يهاجر، صاحبة الهجرة هاجرت في البداية، لما أراد زوجها أن يهاجر أهل أم سلمة رفضوا ذلك وأمسكوا بها وقالوا له هاجر وحدك، فهاجر. ثم جاء أهل أبو سلمة وأخذوا سلمة وقالوا هذا الابن يتبعنا، هذا الابن لنا، فظلت تبكي حوالي عام، تخرج من الصباح حتى الغروب تبكي لأنها تريد أن تهاجر إلى زوجها، حتى رق لحالها البعض وقال اتركوها تذهب إلى زوجها، فذهبت. ثم بعد ذلك استشهد زوجها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن أمهات المؤمنين يطول ويصعب حصره في دقائق أو في ساعات، رضي الله تعالى عنهن جميعا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع، اللهم آمين. أحبة الكرام، في نهاية هذه الندوة الجميلة الماتعة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الأستاذة الدكتورة رحاب زناتي أستاذة التربية بجامعة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور هبة عوف أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، والشكر موصول لكل من حضر، الشكر موصول لكن حبيباتي، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.